السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل معايا. شوف استاذ اصغر. الحمد لله. مع غيث من العراق. غيث شيعي ولا سني يا غيث؟ شيعي. ايش تعقيبك على مدار في حركه اليوم؟ والله استاذ اشرف انا متابعك من زمان، وانا عندي رقم شيعي في الحوزه اذا ما بدي ابعثك اياه على الواتساب حتى تتصل بي. ما خدتش بالي والله. بكره اكون غيث. بكره ماشي. انا دائما اناقش شوف مع مين الشيعة نفس كلامك. والله العظيم قبل لا قبل لا اتابعك وشاهدك انا جيت اناقش هذا الكلام. نعم. ما يعطون جواب، اي جواب يعطون. طيب ولماذا متمسك بالتشيع الى الان اخونا غيث؟ والله الحقيقه لا تركت التشيع. تقدر تقول هيك. اسال الله لك السلامه. كن مسلما اخونا غيث، كن مسلما متبعا لله ولرسول الله ولسنة رسول الله. حب اهل البيت، حب الصحابة، يعني صلي صم، افعل ما عليك من عبادات فقط. هو هذا المسلم الحق اخونا الحبيب غيث يعني. والحمد لله الذي انار بصيرتك استاذ اشرف. نعم والله رب العالمين اطلع فكر بي. صحيح يا حبيبي. نعرف الصح عن الغلط. نعم. ما يحتاج يجيك شخص، اهم شيء الانسان يكون انسانيته احترام. وانا انا عندي اعطيك الرقم حتى تخاطر هذا الشيخ لان هو كان يناقش. لا اشكال. صرف قدام الناس. عيب ناقشه دلوقتي؟ والله يا ريت انا عدد لك الرقم اهو وانت قاعد. طب دزل لي الرقم دلوقتي. دزل لي الرقم وانا اتصل بيه. شكرا استاذ عبد الله. يوفقك ان شاء الله. تكرم.